ولمزيد من المتابعة والتفصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. بعد تحية ضيفي الكريم، يعني اليوم مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كيف تابعت ذلك؟ الحقيقة الموضوع بتاع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، هو مصر من قبل كده كان يعني عاملة الاستراتيجية الوطنية للحد من الانبعاثات والتخفيف من الانبعاثات، يعني موضوعات التخفيف. نعم. والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ. وكان في الفترة الأخيرة كان لابد من، عشان يبقى تعظيم الاستفادة من الاستراتيجيتين دول ويبقوا في إطار متكامل وما فيش فيه أي تعارض، فتعمل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر. دي طبعا عشان يبقى في دمج ما بين الاهداف هنا والاهداف هنا، وبقى طلع في يعني اربع خمس اهداف استراتيجيه لهذه الوطنيه لهذه الاستراتيجيه. الهدف الاول تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات. ده اول هدف. نعم. الهدف الثاني بناء مرونه وقدره على التكيف مع اثار تغير المناخ وتخفيف هذه الاثار. الهدف الثالث تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، يعني عشان يبقى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة اللي بتعمل في تغير المناخ، ويبقى في حوكمة بينها، ما يبقاش في يعني تكرارية لمهام واختلاف في المهام. نعم. الهدف الرابع تحسين البيئة التحتية أو البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، لان البنيه التحتيه دي مهمه جدا، يعني مش هنقعد نعمل حاجات كتير واصلا ما فيش بنيه تحتيه من ناحيه المنشات، من ناحيه الـ 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 الوحدات يعني المسؤوله عن متابعه تغير المناخ، اللي هي الجزء الخاص بالتنفيذ الانفراستراكشر. نعم. الهدف الخامس والاخير تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا واداره المعرفه ورفع الوعي لمكافحه تغير المناخ. نعم دكتور، ده جزء مهم جدا وهدف مهم جدا، لانه من غيره، من غير بحث علمي ومن غير رفع الوعي، هتبقى الاهداف اللي فوق كلها دي صعبه التنفيذ. نعم دكتور صبري، يعني العالم بات اليوم يتحدث عن الاقتصاد الاخضر، كيف ترى التحرك والخطوات المصريه في سبيل تعزيز عمليه التحول لهذا الاقتصاد؟ اول الاقتصاد الاخضر هو ببساطه هو ده الطريق الذي يؤدي الى تحقيق التنميه المستدامه، وهو معني بانه لازم يكون عندنا استهلاك مستدام، استرشيد للطاقة، التوجه إلى استخدام الطاقات المتجددة وتبنيها في مجال الزراعة، كل التكنولوجيات الحديثة في الزراعة، التكنولوجيات اللي هي بيسموها الزراعة الذكية مناخيا، من ناحية استنباط أنواع جديدة من البذور اللي تتحمل الحرارة وأثر تغير المناخ، أيضا التكنولوجيات الخاصة بالزراعة من ناحية الري بالتلقيط، واللي هي بتفيد في مجال الزراعة وفي نفس الوقت في مجال إدارة المياه، يعني الإدارة المتكاملة للموارد المائية دي مهمة جدا، وده جزء برضك من هذه الاستراتيجية. أيضا قلنا استخدام التكنولوجيات والأساليب الحديثة في الزراعة، ده يمكن نتكلم في مجال الزراعة والموارد المائية في معالجة المخلفات والاستخدام من استفاده من تدوير المخلفات في مجالات اخرى. نعم. مثل نعم. يعني الطاقه وغيره. كل الاجراءات سواء اجراءات اللي هي بيسموها الفعليه او السياسات تكون تهدف الى حاجتين، خفض الانبعاثات الناتجه مع الاستمرار في معدلات النمو بالزياده. نعم. الحاجه الثانيه تقليل او زياده المرونه بتاعه المجتمع على تحمل الصدمات والاثار اللي جايه من تغير المناخ، وده لما يكون عندي في تعدد بالانشطه ودائما هناك انتاج مستدام مع استهلاك مستدام، بمعنى يكون في توازن ما بين الانتاج والاستهلاك، كل ده هي دي الصوره الخاصه بالاقتصاد الاخضر. نعم. ده المقصود بيه. نعم. يعني اقتصاد يساعد على خفض الانبعاثات. نعم. وفي نفس الوقت نعم. الدكتور يؤدي الى زياده معدلات التنميه.
نعم، الدكتور سيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا لك.